اليوم احنا في اطار اجتماع تنسيقي ديال المهن الحره اللي كنناقشوا فيه الوضعيه الحاليه لهذا القانون المقترح ديال القانون الماليه ديال 2023، بحكم انه كانت هناك عده اختلافات وعده تجاوزات وعده امور اللي كتجعلت بانه هذه هي النقطه اللي خرجت الناس كلهم على الطوعيه ديالهم، لانه الامور فاتت الحد ديالها، والمهن الحره كنشوفوا انهم مضرورين بواحد الطريقه غير 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 معقوله وغير سلسه. القانون المالي 2023 جاب واحد التعديلات اللي جات بطريقه ماشي عشوائيه وانما تعسفيه. المهن الحره ما كاينش حد غادي يناقش معنا المواطنه ديالنا، ولفت اننا حنايا مع الدوله كنخلصوا الضرائب وكنعاونوا الدوله باش تمشي في المشاريع التنميه اللي حتى لها صاحب جلال نصر الله. دونك لفت اننا نخلصوا الضريبه ونعاونوا الدوله باش تزيد في لي بروجي مساله لا نقاش فيها، ولكن الامور اللي خاصها تكون هو اننا ملي كتكون الدوله كتبغي تدخل المداخيل باش تكوفري لي بروجي فار، خاصها تاخذ بعين الاعتبار الظرفيه الحاليه للمهن الحره، وتاخذ بعين الاعتبار الظرفيه الحاليه الماديه والمعنويه للمهن الحره. لا يعقل انه يجي قانون الماليه ياخذ تعديلات وما يناقش مع المهنيين اش واقع، تعديلات اللي كتمسهم مباشره في الجيب ديالهم، وبحكم انه الظرفيه الحاليه شويه صعيبه لا يعقل اننا غنقبلوا اننا نوليو بيرسبتور. لا يعقل اننا حنا غندو نجمعوا الفلوس لمديريه الضرائب من عند لوكاتير ونعطيهم لمديريه الضرائب. لا يعقل انه كاين صراع انه تكون اقتطاع من المنبع ل 20% ديال الضريبة على الدخل باحتساب المدخول العام ديال لي بروفيسيون ليبرال. ولا يعقل اننا نزيدو دي طو كي سون با اكسبليكاتيف، لانه الا جينا نمشيو بهذا المنظوم هذا غادي نلقاو بانه سي فري غادي يدوز قانون الماليه دابا، ولكن دي سي 3 ولا 4 موا غادي نوحلوا في لا فيزابيتي ديالو وانزالو على ارض الواقع. يعني مديريه الضرائب خدات شي قرارات اللي غير محسوبه تكنيكمون. حنا قبل ما نخرجوا في اطار اليون بي ال مشينا درنا استشارات مع الناس ديال الفيسك، مع الناس ديال مدير الضريبه، وتبين بانه كاين قانون مجحف كثيرا غادي يوقع الناس في واحد الازمات كبيره، الناس ديال البروفيسور يبارح. مساله اخرى كاين الاشخاص الذاتيين، لا يعقل ان شخص ذاتي يكون عنده ضرائب اكثر من لي سوسيتي كي اون دي شيفر دافير كي سو انورم. هذا كيلزم على مديريه الضرائب تاخذ بعين الاعتبار بان الطبقه المتوسطه راه هي الطبقه اللي كتساند الدوله وكتخلص الضرائب في واحد العدد كبير، يعني تقريبا 70-80% ديال الضرائب كيخلصوهم الطبقه المتوسطه، وبالتالي خصهم ياخذوا بعين الاعتبار. ولهذا كنشوفوا بانه كاين خرجات متتاليه، خرجه ان شاء الله غدا ديال التنسيقيه ديال المهن الحره، وغدا لو 15، وفي لوديزات كاينه خرجه اخرى والمحامين ديجا خارجين. هذا كيبين بان جميع المهن الحره راهم في نفس الوتيره، وكلهم كينددوا بهذا القانون الماليه ديال 2023. فهاد المهنيين هما كيخلصوا باستمرار وساهموا، يعني لا في صندوق ديال كورونا لا في جميع المشاريع، فهما في اطار التنميه موجودين، هما الناس اللي خداو يعني كاختيار بانهم يمشيو للقطاع الخاص وخلقوا واحد النوع من الثروه يعني ليهم والناس الاخرين راه مخدمين معاهم. ناس راه كنهضروا على يعني هادو الناس ماشي موظفين، هادو الناس كيخلقوا يعني واحد النوع من 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 من, من الاقتصاد فهمتيني، اللي هو وطني. وهذا اذا باش يتسموا بانهم ما كيخلصوش الضريبه، يمكن دابا كيتطلب منهم باش يخلصوا اكثر، ولكن بواحد الطريقه اولا ما كانتش فيها لا تشاور لا والو، وثانيا بواحد الثقل اللي هو كثير. يعني فاش كنسمعوا هاد المضاعفات راه ما كنهضروش على يعني كندوزوا من 10 ل 12، كندوزوا من 10 ل 20. هذه من جهه، ومن جهه اخرى كاين واحد الجانب اللي كنظن جميع المهن الحره يعني جاها هو 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 الاقتطاع من المنبع فهمتيني، على اساس رقم التعاملات شيفر دافير.
يعني هذا 20% ولا 15% ولا هذا، يعني هذا سيثقل كاهل يعني هاد المهنيين، ويمكن يعني يؤدي الإفلاس يعني هاد المقاولات.